الكواليس مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال أفريقيا ما بين الأهلي والوداد، واللي هي أكيد مباراة مهمة جدا بالنسبة للنادي الأهلي بعد ما تعادل في مباراة الذهاب بنتيجة 1-1. أكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة، ويقدر إن شاء الله يرجع مصر بكأس دوري أبطال أفريقيا. لكن بالتحديد خلينا نتكلم عن الفريق. الطيارة هتتحرك في تمام الساعة 7:10 إن شاء الله، توصل الساعة 12 صباحا بتوقيت المغرب، 10 مساء بتوقيت القاهرة، ويبتدي الفريق إن شاء الله يستعد من خلال تدريبين. تدريب هيكون يوم الخميس إن شاء الله بكرة، وتدريب آخر هيكون يوم الجمعة، ده قبل المباراة اللي هتكون إن شاء الله يوم السبت القادم في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب، 10 مساء بتوقيت القاهرة. خليني سريعا أقول لكم إن اللي بيغيب عن بعثة النادي الأهلي النهاردة كل من صالح جمعة، طبعا أحد اللاعبين المهمين جدا بالنسبة للنادي الأهلي، وأيضا بعض اللاعبين الآخرين اللي بيغيبوا عن هذه المباراة كل من حسام عاشور أيضا وعلي معلول، هم أحد اللاعبين المهمين جدا بالنسبة للفريق في هذه المباراة. لكن إن شاء الله أي لاعب هيقدر يشارك في هذه المباراة هيقدر إن هو يحقق المطلوب، ويقدر إن شاء الله إن هو يسعد كل جمهور النادي الأهلي. خليني أقول إن البعثة إن شاء الله هترجع صباح يوم الأحد القادم، نتمنى إن شاء الله إن البعثة ترجع ببطولة دوري أبطال أفريقيا عشان تفرح كل جمهور النادي الأهلي. We'll be right back.
We'll be right back.